بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، جولة في بندا على المواد الغذائية والأواني والآليات الكهربائية ومحضرات الطعام وأطقم حلل الستانلس الكروكماز وقتكم الحلل الجرانيت. بس ياريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا لنا اشتراك حلو كده زيكم، الاشتراك اللي هو تحت الفيديو مباشره او الجرس اشعارات الكل، عشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد من القناه. وما تنسوش اللايك. الاسعار بتبتدي من ريالين ونص. نبتدي كده الفيديو مع بعض. ده رمان مصري بريالين ونص. ده تفاح صيني ب 4.95. الجريت فروت ب 3.95. اليوسفي الاستفندي ب 8.95. البرتقال ب 3. الموز ب 4.5. 7. التفاح الامريكاني ب 8. والتفاح الاخضر ب 8. في بقى الروم، في بقى العنب الاحمر ده ب 12، والعنب الاخضر ب 12، البرقوق ب 14، الخوخ ب 12. هنا المواسم الاربع حبه ب 8.95. دي مكرونة حضرتك السعودية، 7 حبة ب9.95. في بقى المكرونة ايطاليانو، 4 حبة ب9.95 ايطاليانو اي نوع. في بقى مكرونة كودي، 5 حبة ب14.95 ب14.95 الحبة الواحدة. زيت حياة، في زيت الذرة، في زيت الزيتون رحمة، ده أسباني، ده زيت زيتون أسباني ب24. في بقى زيت الزيتون تريفا، الاتنين حبة ب23.95. ده معجون صلصة هاينز ب10.95 الحبتين، الحبتين ب10.95. في بقى زيت عافية، الاتنين حبة ب18. في بقى زيت الزيتون، ده زيت زيتون بكر 100%، الحبة الواحدة ب22.95. في بقى اللي هو زيت عباد الشمس شمس، الحبة الواحدة ب22.95. السكر، سكر الأسرة ناعم أو خشن ب27.95، ده اللي هو 10 كيلو. في بقى الرز المصري سون وايت ب38 ال5 كيلو. فارمز جرين، فارمز ده ب34 ال5 كيلو. في بقى الرز ده رز وايت سوان ب34 ال5 كيلو. نشوف بقى اسعار مسحوق الغسيل. ده مسحوق غسيل ملابس طيب متنوع ب35.95، ده اللي هو ال5 كيلو.
نشوف بقى مساحيق الغسيل التانية. ده مسحوق غسيل اكسترا 53، ده 10 كيلو. في بقى مسحوق الغسيل اومو 36.95. ده مسحوق غسيل برسيل 37.95، ده 6 كيلو و800، الحبة الواحدة 37.95. في بقى جيل التنظيف برسيل متنوع ب 29.95. سيل الملابس اريال متنوع ب 45.95. ده اللي هو الخمسة كيلو، ده الخمسة كيلو. ومعاه دوني، ده الخمسة كيلو. طاقية الأرز ده جهاز سينكور ب 109، جهاز طاقية الأرز اي تي سي ب 99، طاقية الأرز اي تي سي ب 5. دي شواية كيليكون ب 149، دي خبازة اريتشي ب 159. دي محضرة طعام دايو ب 205، هي دي فيكن وود محضرة طعام ب 319. جيباس محضرة طعام ب 339. في بقى عصارة الفواكه جيباس ب 209. ده بوتاجاز سطحي بين شعلة اي تي سي ب 129، اللي هو ده. في بقى البوتاجاز ده ب 249، ده بوتاجاز غاز 2 شعلة كيليكون ب 249، 2 شعلة، شعلة اهي وشعلة اهي. في بقى البوتاجاز السطحي ده كيليكون 2500 ب 139. دي شواية جيباس ب 89. في بقى الشواية كيليكون ب 199. دي قلاية فيليبس ب 319. في بقى القلاية كيليكون ب 299. دي قلاية تيفال، هي دي تيفال ب 659، قلاية بدون زيت. في بقى طقم الحلل الكركماس دي 337، ده 3 حلل بالغشام بتاعتها 6 قطع، اللي هو ده كركماس. في طقم الحلل ده كركماس برضو، ده 9 قطع عبارة عن 3 حلل وصينية وطاسة ب 591، 9 قطع. في طقم الكركماس ده 9 قطع ب 574، ده طقم كركماس تركي. ده طقم كركماس تركي 9 قطع ستانلس، طقم حلل ستانلس ب 459. ده طقم حلل تيفال مستر كوك تركي، لا طقم حلل جرانيت، طقم حلل جرانيت 15 قطعة تركي ب 660. ده طقم كدور 15 قطعة مستر كوك تركي برضو، ده 15 قطعة
حالة جرانيت ضغط ب234. ده طقم حلل جرانيت رويال فورد 9 قطع ب398. دي عجانة بمضرب كهربائي ب105 ATC. في بقى العجانة سنكور ب399. بكده خلصت جولتنا النهاردة. كان تخفيضات بندة على المواد الغذائية والأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية. إن شاء الله الفيديو يكون عجبكم. إذا عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش حبيبي تعملوا لنا اشتراك ولايك. مع السلامة.